طبعا قبل ما نختم فقرتنا، الإنسان عبارة عن كتلة مشاعر مختلطة. في يوم تحس أنه أنت محتاج كل الناس لأنك تمر بلحظات ضعف، واليوم الثاني تحس أنه أنت مكتفي وما تحتاج أحد. كثير منا يعني يشبه قصص الحب قيس وليلى، عنتر وعبلة، روميو وجولييت، أكيد كلها قصص حزينة. لكن كيف لو تزوجوا؟ كيف بيكون الحب وقتها؟ هل بيستمرون يحبون بعض ولا بيكون مودة وألفة؟ تبغون وجهة نظري؟ ما في شيء اسمه حب. في ناس تتعود عليهم وتحب وجودهم بحياتك لأنهم أكيد يحترمونك، يحتوونك، يسمعونك، ولازم يسمعونك، وقفاتهم معك في مواقفك الصعبة، يتقبلونك كيف ما كنت، ما يطمحون أبدا أنهم يغيرونك. الحب من وجهة نظري عبارة عن شخص يدخل حياتك ينسيك مشكلة قديمة ويعمل لك مشكلة جديدة. دمتم بحب. خلونا نطلع فاصل، وأكيد نلقاكم بكرة إن شاء الله بنفس الوقت في أمان الله.